معانا الحاجة أم أحمد من الدقهلية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ فضل ونعمة الحمد لله. أنا هحكي لك يا شيخ على اللي أنا حاساه ولا المشكلة اللي أنا فيها، بس بالله عليكم ما تقفلوا الخط لما أكمل كلامي. طب بالله عليك تختصري. حاضر، بس أطمن بس وهختصر. حاضر. طيب دلوقتي يلا. يا شيخ، دلوقتي يا شيخ أنا من رمضان اللي فات كان عندي وسواس، اللي هو وبتسموه حضراتكم اللي هو الذات الإلهية. طب حضرتك الموضوع ده، وسواس قهر يتعلق بذات الله، وبعدين؟ أيوه، وسواس قهري غيره، يعني عامل معايا حاجات كتير ووساوس تانية كتير. طيب. بس رحت حضرتك لدكتور نفساني وأخدت علاج لمدة شهرين. وبعدين ماشي رحت موقفيه، ماشي يا شيخ. وبعدين رحت موقفاه من نفسك. وبعدين رحت موقفة من نفسي، لأن فأصبح أنت المشكلة حسيت إن إن أنا أنت بنام حسيت إن وبقوم يمكن ما بنامش في نفس طيب. المشكلة، اللي هو أنا أفكاري على طول متعلقة باللي هي ذات الإلهية، وغلط وقباحة واستفزاز وحاجات مستفزة مني لغاية لما كرهت نفسي. طيب بعد كده، بعد كده ايه اللي حصل؟ دلوقتي أنا في المشكلة دي، دلوقتي أنا يعني الحمد لله أنا مؤمنة بالله، يعني مؤمنة بالله، عندي يقين الله سبحانه وتعالى موجود والحمد لله، ومؤمنة متجوزة بيوم القيامة. بس باجي اقرا القران يا شيخ ام بحس احمد. ان انا في استهزاء مني ام وحاجه يعني احمد قبيحه جدا طيب واعتراض. طب ام احمد اسمعيني لو سمحتي، متجوزة يا ام احمد؟ يعني حضرتك متجوزه وعندي ولدين. طيب ايه اخبار العلاقة بينك وبين زوجك؟ حضرتك هي العلاقه تمام والحمد لله، بس المشكله ان انا يعني كنت في بيت عيله وجيت قعدت لوحدي في الشقه لوحدي، فاصبح الحوار ان انا بقت لوحدي، يعني ما فهو فيش اختلاط. وكأنه لما انتقلتوا من بيت العيلة للبيت لوحدك، كأنه بيعاقبك ومش بيقعد معاك كتير، ولا ايه؟ لا مش حكاية عقاب، هو يعني الله يعينه في شغله، بيروح شغله طيب بالليل في طول الليل وبيجي ينام طول النهار، هو على الحوار ده كل يوم. علاقتك بوالدك كان شكلها ايه يا ام احمد؟ نعم، علاقتك بوالدك كان شكلها ايه؟ علاقتي بوالدي وبوالدي ووالدتي الحمد لله تمام، واحنا كويسين مع بعض والحمد لله، يعني ما فيش اي مشاكل ما بيننا الحمد لله. طيب انت كنت وحضرتك بس اكمل سؤالي يا شيخ والنبي عشان اطمن، دلوقتي انا حاسه ان في شعور، يعني حاله اللي انا كفرت بالله كفر، كفر اللي هو كفر فعلا، طيب فانا عايزه اطمن، ده يعني لو سؤالك انا كفرت تحت ضغط اللي هو ده الوسواس سؤالك دوت، يعني ربنا هيغفر لي؟ ده ولو انا مش تحت الوسواس وبمزاجي يعني ارد ديني، او ربنا برضه هيغفر لي، او اعمل ايه يا شيخ؟ انا تعبت وكرهت نفسي وكرهت كل حاجه بعملها. خلاص خلصت يا ام احمد؟ في القرآن مش عارفة أعيش حياتي، مش ام عارفة أرعى احمد ام أولادي، احمد ام مش عارفة احمد أراعي زوجي، مش حاسة إن أنا مش عايشة وخايفة من عقاب ربنا. خلصت يا ام أتخلص احمد؟ إزاي يا شيخ والنبي من الشعور اللي جوايا ده، من شعور الحالة دي؟ ولو أنا كفرت سواء تحت ضغط الوسواس أو سواء إن أنا مشيت بمزاجي في الأفكار دي، يعني ربنا هيسامحني إزاي أو يغفر لي إزاي وأعمل إيه؟ والنبي يا شيخ طمني. خلاص بس اسكتي بقى، لأن دي تالت مرة تكرري نفس السؤال بنفس الصيغة. خلاص هجاوبك يا ام احمد. طيب ام احمد انت ما كفرتيش، لان اللي انت فيه اسمه وسواس قهري، فانت مقهوره بهذه الافكار. والله سبحانه وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. انت ست انت خايفه من ربنا، بتساليني وانت خايفه من ربنا، فانت بتحب ربنا، لكن الوساوس اللي عندك دي جايالك بالقهر من نفسك الاماره بالسوء. يوعى عليه، فانت مؤمنه زي الفل وان شاء الله ربنا يغفر لك. ما انت عامله مصيبه يا ام احمد، ان حضرتك رحت موقفه العلاج من نفسك. ليه طيب؟ عشان العلاج بينيمك والعلاج ده لا، لازم تستمر في العلاج يا ام احمد. ليه طيب؟ انت عندك اولاد، وعلى فكره الحاجات دي معديه، فانت لازم تاخدي العلاج عشان الاولاد ما يتعدوش بالوسواس القهري ده. يبقى انت لازم تاخدي العلاج وتستمري في الكورس بتاع العلاج، وما يهمكيش حاجه، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيعينك وهتبقي زي الفل. المساله المهمه بقى ان انت سيبك من كل الافكار بقى، ربنا هيعمل فيا ايه، وربنا هيعذبني، ربنا هياخد اولادي، ولا حاجه خالص من كل الكلام ده. اطمئني والله سبحانه وتعالى هيحفظك، والدليل على ذلك ان انت بتكلميني وقادره تعبري عن نفسك، فربنا سبحانه وتعالى كريم وبيخليك اهو في نعمه وبركه وفضل. فربنا مش ساخط عليك، بس انت لازم تتعالجي، لازم تتعالجي.